قام أبطال لواء سلطة الشمال لتحرير الشاحنات وحفارات البترول تابعات للدولة القطرية الشقيقة من عصابات الأسد، والآن سيتم عبورهم وتأمينهم من قبل لواء سلطة الشمال إلى تركيا ومن ثم إلى دولة قطر الشقيقة. حفارات البترول التي تم تحريرهم من يد عصابات الأسد سيتم الآن نقلهم وتسليمهم إلى دولة الشقيقة الدولة القطرية. الآن يتم عبورهم من بوابة السلامة. يتم الآن تأمين الشاحنات وحفارات البترول القطريات وتأمين عبورهم إلى تركيا بعد أن حررهم أبطال لواء سلطة الشمال من يد الجيش الأسد، والآن سوف يتم تسليمهم إلى تركيا ومن ثم إلى الدولة القطرية. الله أكبر. بوابة السلامة شوارع 20/11/2012. حفارات البترول القطرية التي يتم تأمينهم وإرسالهم من قبل لواء سلطة الشمال إلى دولة قطر الشقيقة.